ما أجمل عندما يكون الإنسان في هذه الدنيا يتمسك بتقوى الله. أنا أقول لمن ابتعد عن تقواه ولمن ابتعد عن الله، أقول لك يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهجا، من يتقي الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا. إلهي وقفت دموعي تسيل، قولها الآن بينك وبين نفسك، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل، فمنا علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم. إلهي إلهي بمن أرتجي، وقلبي ببابك باك ذليل. وأحسن منها قول ربي ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ويقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا.